مرحبا بكم، كيف الحال؟ في المرة السابقة ظهرت القطة مياو. ألا تتساءلون عن صديقنا الجديد الذي سيظهر هذه المرة؟ أنا سأقلده مرة أخرى وأنتم حاولوا التخمين. ممتاز، صحيح، نعم، طائر. إذن هيا ننطلق في رحلة القصة مع الطائر. بينما كانت الطفلة تنظر للسماء الزرقاء، كانت السحب تتحرك ببطء. السماء كانت مثل مياه البحر صافية. للحظة بدت وكأنها ستسقط في السماء، وهنا ظهر في السماء طائر صغير. وقال الطائر للطفلة: رأيتك من السماء قبل قليل وأريد أن أدعوك للسماء، ألا تصعدين معي لنطير في السماء؟ وهنا سألت الطفلة: كيف؟ ثم أجاب الطائر: انتظري قليلا، سآتي بعد قليل. ثم صعد للسماء مرة أخرى. نعم، في هذه المرة نزل طائر من السماء. أنا أحب الطيور جدا، ما رأيكم في رسم طائر ونحن نشعر كأننا نحلق في السماء؟ الآن سأحاول الرسم باللون الأزرق. نرسم الوجه على شكل دائري أولا. أولا الوجه الدائري، ثم الجسم بشكل طويل جانبيا هكذا، يتشابه قليلا مع القطة، صحيح؟ هذا بشكل دائري للجانب. ثم سأرسم المنقار. منقار الطائر يكون بشكل مدبب للأمام هكذا، ثم برسم النصف هكذا، ثم الانقسام لأعلى وأسفل هكذا يكون مثل المنقار. ثم سأرسم العين. ما رأيكم عن رسم عينين باسمتين والحاجبان يكونان لطيفين هكذا؟ يمكن رسم بؤبؤ العين ويمكن عدم رسمه أيضا. ونحاول رسم الجناح. الجناح يكون هكذا لأعلى بأشكال منحنية هكذا، وفي جزء نهاية الجسم نرسم لأسفل هكذا. والجناح الآخر يمكن رسمه مثل الجناح الأول بشكل منحن هكذا ولكن لأسفل، وبالطبع يمكن رسمه لأعلى أيضا. ثم هيا نرسم الذيل. يمكن رسم الذيل برسم الجانب بشكل طويل مع انحناءات خفيفة هكذا يكتمل الذيل. هيا نرسمه بنفس شعور الانحناءات في الجناح. نعم، بعد ذلك هيا نقسم هكذا. والآن رسمنا الطائر كاملا. وبعد ذلك نرسم السحب في السماء هكذا، سحب طويلة وسحب صغيرة أيضا، ثم سحب دائرية. هيا نرسم سحبا متنوعة. وبعد ذلك هل يمكننا رؤية الرياح بأعيننا؟ صحيح، لا يمكن، ولا يمكن مسكها أو لمسها حتى، ولكن بالصور يمكننا التعبير عن الأشياء التي لا نراها أيضا. سنحاول رسم الرياح هكذا. يمكن رسم الرياح تهب من هذه الناحية بدوائر ثم تهبط للأسفل. هكذا ستعطي شعورا بهبوب الرياح من هذه الناحية. هيا
مرة أخرى وبرسمها بشكل طويل. ألا تشعرون بهبوب رياح قوية من هذه الناحية؟ نعم، هذه من الممكن أن تكون رياحاً خفيفة. إذا تريدون الرياح أقوى، يمكن رسمها أكبر وأطول. وهكذا رسمنا الرياح أيضاً. ومن هذه الناحية في الأسفل، وليبدو الطائر يطير عالياً في السماء. نرسم جبالاً في الأسفل هكذا. هكذا جبل عال، ثم جبل منخفض قليلاً، ثم جبل عال مرة أخرى. وهكذا بعد رسم الجبال يبدو كأن الطائر يطير عالياً، صحيح؟ نعم، ما رأيكم بتلوين الطائر أولاً؟ نلون وجهه أولاً باللون الأصفر. انتهى الوجه الأصفر، جميل، أليس كذلك؟ ثم نلون الجسم باللون الأصفر أيضاً، ولكن لا نلونه كله، بل نترك الفراغات في اللون الأصفر. ثم نلون باللون البرتقالي بجانب الجانب الأصفر. ثم نلون باللون البرتقالي بجانب الجناح الأصفر. ثم نلون في المنتصف أيضاً. ونلون في النهاية أيضاً. ثم نلون الذيل. ثم نلون المنقار باللون الأحمر. نلون المنقار هكذا، وفي الناحية الأخرى باللون الأحمر هكذا. ثم نلون الريش في الأعلى باللون الأحمر هكذا. ما رأيكم عن تعدد ألوان ريش الطائر؟ أيبدو الطائر أكثر سعادة؟ لكي يكون الطائر سعيداً، يجب علينا رسمه بشكل أجمل. ربما سيكون الطائر سعيداً جداً. نعم، بعد ذلك نلون هذه الناحية باللون الأزرق. أليس رائعاً أن يكون بجوار اللون الأحمر؟ وهنا فوقه أيضاً. نلون باللون الأزرق. وهكذا انتهى تلوين الطائر. هنا يوجد شعور باللون الفاتح، وهنا يوجد شعور باللون الغامق. سيكون رائعاً وجود الفاتح والغامق معاً في نفس الوقت. ثم في هذه المرة السحب. مثلما رسمنا أعمدة المياه في النافورة بالمرة السابقة، نرسم السحب بلون الشمع الأبيض في هذه المرة. هكذا نرسم السحب دائرية. ثم نحاول أن نملأ داخل السحب. ألا يمكنكم رؤية اللون الأبيض الآن؟ صحيح، الآن
لا يمكن رؤيته جيدا، ولكن سيكون رائعا بعد قليل. تطلع إلى ذلك. وبعد ذلك سنلون بالألوان المائية. نضع الماء في الوعاء هكذا، ثم نغمس الفرشاة في الماء كالعادة، ثم من أين نبدأ التلوين؟ هيا نبدأ بالجبل الذي في الأسفل. هل نلونه باللون الأخضر؟ نذوب ألوان المياه، ثم نتأكد في الطبق، ثم نلون الجبل. هكذا لوننا الجبل كله. والآن نلون السماء هنا، لذلك نغسل اللون الأخضر هكذا في الماء وننقره هكذا، وبعد غسلها بشكل نظيف نلون السماء. هذه المرة نلونها باللون البنفسجي. المرة السابقة لوناها باللون الأزرق، ولكن اليوم نلونها باللون البنفسجي. نعم، هكذا. والآن ظهر اللون الأبيض الذي لوناه بالشمع قبل قليل. مدهش، أليس كذلك؟ كان لا يمكن رؤيته واضحا بالعين قبل قليل، مع أنه لا يمكن رؤية الشمع الأبيض بتلوينه على الورقة هكذا، وبالتلوين فوقه بالألوان المائية يظهر الأبيض بشكل رائع، حيث أنه لا يختلط بها. هكذا لوننا السماء بلون بنفسجي رائع. إذا كان الماء ناقصاً يجب إضافة الماء ثم نلون مرة أخرى. ممتاز! بسبب ظهور السحب أصبح الشكل رائعاً، ويبدو أن الطائر سعيداً جداً. نعم، هكذا بالفرشاة. نلون هكذا وهكذا. وبعد ذلك نحاول تجنب الجبل ونلون. والآن اكتمل كل شيء. كيف كانت هذه المحاضرة يا أصدقائي؟ أنا أحسد الطائر جداً، أريد أن أطير في السماء هكذا. رغم أننا لا يمكن أن نطير في السماء، ولكن يمكن أن نجعل قلوبنا تشعر كأننا نطير مع الطائر الذي نرسمه في السماء. لذلك أتمنى أن تشعروا بأن قلوبكم ترفرف في السماء مع رسم هذا الطائر الجميل. إلى اللقاء، وأراكم المحاضرة القادمة.